طبعا دي كانت استغاثة قرية أو عزبة كوم دفشة بالبحيرة، وطبعا أكيد الناس يعني عندهم حق تقريبا في كل اللي قالوه. يعني أنا شايفة فعلا احنا نزلنا على فكرة في كذا قرية في البحيرة، يعني من أكتر القرى اللي احنا نزلناها فيها قرى حالتهم كانت صعبة قوي، وكان في منهم قرى بالكامل عندهم فشل كلوي، وطبعا ده أكيد مشاكل الصرف الصحي والمياه الملوثة اللي هناك. وأتمنى إن هي تبقى يعني الكرة دي تكون تحت النظر ويكون في سرعة استجابة من المسؤولين. إحنا معانا الأستاذ جمال أبو الفضل، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة البحيرة. أهلا بيك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا يعني أتمنى إن أنت تكون شفت التقرير وسمعت استغاثة الناس. اولا شفت التقرير. في البدايه بحب بس اكد على احترام وتقدير محافظه البحيره ولا راسها معالي الوزير اللواء هشام امن محافظ البحيره الاعلام ودوره الفعال كعامل مساعد في توصيل الخدمات للمواطنين على اكمل وجه. اشكرك. طبعا بالاضافه لدوره التنويري والرقابي. اشكرك. احنا طبعا بنعتبر الاعلام شريك مكمل لكافه الاجهزه التنفيذيه تسليط الضوء على السلبيات اللي بيتم طبعا التعامل معها على الفور وفقا لتوجيهات معالي الوزير اللواء هشام امن. تمام. حضرتك بخصوص ما جاء بالتقرير، معالي اللواء هشام امنه بيتابع كافه المشاريع اللي بتتم على ارض محافظه البحيره، ومن بين هذه المشاريع مشروع الصرف الصحي في كوم دبشو. تمام. مشروع الصرف الصحي في كوم دبشو اللي سيادتك عرفتيه ده كان المقاول متعثر قبل ما يجي ويتولى سيادتك سياده اللواء هشام امنه. طبعا انت عارفه ما كملش شهرين. هو يا دوب لسه ما كملش. ايوه. طبعا مشروع زي ده كان متعثر، اول حاجه امر بيها وجه بيها معالي اللواء هشام امنه سحب المشروع من المقاول واسناد المشروع لمقاول اخر. يعني في يعني انا عارفه ان هو ممكن تكون المهله يعني المده اللي قضاها مش كبيره، ان هو يعني ان احنا نقول له على المشاكل اللي بقى لها مثلا سنين هناك، ولكن يعني في اتخاذ خطوات جاده. خطوات جاده وصارمه سيادتك، عارفه يعني رجل قيادي من الطراز الاول. 30 مارس المقبل ده ان شاء الله رب العالمين هتدخل محطه السعرانيه الخدمه بالنسبه لازمه الميه سيادتك، طبعا بقوه 86,000 متر مكعب يومي. هتدخل يعني هيتم البدء يعني التدشين فيها طبعا في مارس ولا من دلوقتي؟ لا من دلوقتي سيادتك. انا دلوقتي اخذت سيادتك في موضوع ما بقول لسيادتك بالنسبه للصرف الصحي تم سحب الاعمال واسنادها لشركه اخرى. اخر موعد ان شاء الله 30/6 المقبل هيكون الصرف الصحي مكتمل تماما في قم دبش. هيتم البدء في المشروع امتى يا استاذ؟ البدء مباشره سيادتك دلوقتي، سيادة اللي هو فورا ما سحب الاعمال ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل هيكون الشركه الجديده بتشتغل على ارض الواقع داخل قريه قم دبش. طيب ممكن تسمح لنا ان احنا نتابع مع حضرتك وان احنا ننزل نصور؟ انا بدعو انا بدعو سيادتك لحاجه ثانيه كمان. وطبعا دلوقتي سيادتك في حاجه ثانيه بالاضافه لموضوع سيادتك، في ست قالت انها لها مشكله وست قالت انها متعثره والوضع ده. سيادتك سياده اللواء هشام وفورا ما وصل المحافظه كان اول لقاء مع المواطنين كل يوم ثلاث حضرتك من 50 ل 60 مواطن بيقابلوا سياده اللواء. تمام. جميع الحالات الانسانيه اللي زي حضرتك زي دي بيتم التعامل معاها فوري، وطبعا ده بعد انساني معالي اللي هو موجه طبعا الاهتمام دي. طب ممكن الحالات اللي احنا طلعت معانا في التقرير اي حالات سيادتك على التعامل يوم الثلاث المقبل ان شاء الله في لقاء المواطنين. طيب زمايلي في الاعداد هيدوا لك بيانات الحالات دي، استاذنك يعني ان احنا نتابعها مع بعض، ولو تسمح لنا ان احنا ننزل بكاميرتنا ونتابع معاك مشروع الصرف الصحي. انا عايز اقول لسيادتك على حاجه بخلاف الصرف الصحي ايضا. طبعا احنا عندنا سيادتك اللي بيحصل دلوقتي بالنسبه للاخ اللي كان بيتكلم على التطهير، تطهير اللي سيادتك انت عارفه احنا داخلين على في فصل الشتاء. لابد ان طبعا انت عارفه محافظه البحيره في 2015 كانت شهدت يعني سيول غير مسبوقه. تمام. طبعا الجديد اللي عايز اقوله لسيادتك ان سياده اللواء هشام امنه وضع خطه غير مسبوقه لمواجهه ازمه السيول والامطار. من بين الخطه دي سيادتك تطهير جميع الترع والمصارف اللي موجوده في ارض محافظه طيب البحيره. طيب واللي بص ظهر سيادتك الناتج ده سيادتك ما بينفعش يتشال مباشره فور التطهير. تمام. لابد اللي طبعا بيبقى عباره عن ميه مع الطمي، فطبعا بعد ما بينشف الوحده المحليه بيتم ازاله الكلام ده كله. تمام. اللي بيحصل اللي حصل ان اي قمامه محطوط عليه بيبقى شايفه سيادتك اللي كانه قوم من القمامه. ما انا بقول لك ده ايوه، ولكن مخلفات ده طمي سيادتك اللي خارج ناتج التطهير لعمليات التطهير العاديه. طب ده يتشال امتى؟ سيادتك دلوقتي برضو من ضمن اللي سيادتك بقوله لسيادتك ان سياده اللواء هشام امنه وجه بانشاء
وحده للتدخل السريع. الوحده دي بتضم معدات حديثه على اعلى طراز. سيادته دعم منظومه النظافه ب 30 مليون جنيه، اجهزه حديثه وصلت لارض المحافظه، وطبعا تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي. طيب استاذنك استاذ جمال، استاذ جمال استاذنك يعني لو تديني يعني مش هقول لك تديني معايا زياره لمحافظه البحيره بعد اذنك. تمام انا معاك على فكره، انا معاك يعني تيجي على ارض الواقع. بس عايز اواجه باذن سيادتك، احب اشير لحاجه مهمه جدا. اتفضل. سيادتك دلوقتي نسبه مشروع الصرف الصحي قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظه البحيره كانت 7%. النهارده سيادتك نسبه المشروع الصرف الصحي اللي متنفذه والمشاريع اللي موجوده على ارض محافظه البحيره 37%. طبعا ما فيش وجه مقارنه. كويس جدا كويس جدا. بس انا دلوقتي بخصوص يا استاذ جمال، يا استاذ جمال انا اكيد دلوقتي اهالي قريه كوم ديفشن سامعين حضرتك. انا دلوقتي لو تقدر توعدني يعني واحنا كده على الشاشه وهنزل معاك بكاميرا ونشوف ده نقدر نحل شكوى القريه دي ازاي وامتى. مشكله خالص يا فندم. امتى؟ الاسبوع المقبل ان شاء الله. انا بدعو سيادتك انك تشرفينا في البحيره وتكوني معانا في جوله خاصه وننزل كفر الدوار وننزل من بين الجوله نشوفكم دفش باذن الله رب العالمين. اللي هتروح سيادتك تلاقي الوضع يعني ايه مختلف تماما عن الصوره اللي شفتيها. اتمنى ده ويعني ربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير. لو كان في يعني سرعه استجابه ونحن ننزل ونشوف يعني يعني البلعات اللي ملهاش اغطيه والحاجات اللي ممكن تكون بتهدد امن وحياه المواطنين لما نحلها، فاكيد هشكركم جدا عليها. اشكرك جدا واحنا معاك وهنتابع معاك ان شاء الله. ولو اهالي عزبه كوم دفشه سامعيني دلوقتي، احنا زي ما اتفقنا مع يعني الكلام قدامكم على الهواء وزي ما انتم سمعتوه دلوقتي، كل حاجه زي ما انتم سمعتوها بالظبط وكل حاجه صدقا، ان انا هتابع مع الناس وزمايلي في الاعداد هيتابعوا مع محافظه البحيره وهنشوف ايه اللي تم. وانتم تابعوا معانا لو في يعني لا يا جماعه كذا قولوا لنا وتابعونا، ولو في حاجات كويسه اتعملت ننزل نصورها، لو في حاجة اتعملت وبقى في استجابة كويسة جدا نشكر الناس زي ما احنا بنقول لهم خلي بالكم هنا في تقصير وبيسمعوا لنا، زي بقى بالظبط لما يكون في حاجة اتعملت فاحنا نشكر. من لم يشكر الناس لم يشكر الله.